بعد نفس نهار ثالث سبت من كل شهر نجوكم في الأمور اللي تهمنا، برنامج أمور تهمنا اللي يجيكم كما قلت كل ثالث سبت من كل شهر، يكون حاضر معكم من نص نهار الماضي ساعة نتطرق للمواضيع اللي تهم كل معتمديات ولايات قفصة والقصرين وسلينا كالعادة. معايا حفاوت خلالي مع صديقنا خالد زريبة اللي نورنا في استوديو اليوم من قفصة. صباح النور خالد. صباح النور حفاوت. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. عشك. أشرف مش يكون حاضر معنا عن بعد، أشرف الغضبين صباح النور من سليانا، مرحبا بك. أهلا وسهلا. صباح الورد، تحية ليك حفاوة كيف المستمعين. يعطيك الصحة، مرحبا بك. إذن أمور تهمنا البرنامج الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للأعلام الجمعيتي. إذاعة اليوم هي واحدة من الإذاعات اللي نلقاو فيها برنامج أمور تهمنا كل ثلاث سبت في الشهر من نصف النهار الماضي ساعة في بث متزامن مع ماندرا اف ام، دريم اف ام، نبزاوة اف ام وعليس اف ام. أشرف معاك، احنا نسمع جميع الإذاعات ولكن على كل إذاعة إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. هذا هو، لأنه على كل إذاعة الأمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمسنا وتمس الجهة. اليوم المواضيع اللي مش تطرح هي المواضيع اللي تمس كل قصريني وكل قفسي وكل سلياني وكل تونسي براتيكمون، لأن وقت اللي نقوله حملات التلقيح الوطنية اللي صارت أو أيام التلقيح المفتوحة الوطنية اللي صارت بتاريخ 8 و15 جويلية، وما زال فما تواريخ أخرى للتطعيم، حملات كان فيها دور كبير جدا ولعل دور البطولة كان للمجتمع المدني، الجمعيات والمبادرات الفردية اللي كان فيها مد تضامني كبير لإنجاح هالحملات هذه. وهذه بش يكون أول مواضيعنا في أول جزء من حلقتنا أمور تهمنا. في الجزء الثاني خالد بش نحكو على موضوع لا يقل أهمية، الحراك الاحتجاجي يظهر لي سيمة من سمات بلادنا خاصة بعد الثورة، 11 سنة تقريبا بعد الثورة موجودة تحركات الاحتجاجية، لكن يظهر لي قفصة لمعت في شهر جويليا حسب تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعملت بيك كبير ياسر في شهر جويليا. هذاك علاش باش نحكوا عليه الموضوع هذا اليوم، باش نشوفوا شنو هي الأسباب، وباش نحكوا مع سوسيولوج باش نعرفوا شنو هي الأهم الأسباب اللي خلى أنه قفصة تعمل بيك هذه في شهر جويليا. هذا هو، باش تكون حاضرة معنا عالم اجتماع عبر الهاتف للحديث في الأبعاد والعوامل والدوافع اللي تخلي حراك الاحتجاجي في وتيرة ونسق متصاعد في تونس ككل، وخاصة ولاية قفصة اللي احتلت المرتبة الأولى حسب تقرير منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الصادر لشهر جويليا. باش ننطلقوا احنا في مواضيعنا أو في موضوعنا الأول في علاقة بأيام التلقيح، في علاقة بالمجتمع المدني ودوره خلال أيام التلقيح، مع ضيفنا اللي سعيدة جدا بحضوره معنا عبر الهاتف الغني عن التعريف الحقيقة، رئيس الهلال الأحمر فرع القصرين الشمالية والناشط في المجتمع المدني حاتم اللباوي. صباح النور. صباح الخير كيف مستمعينا، وصباح الخير ضيوفنا اللي جوا حضرنا اليوم. مرحبا بيك، ألف شكر. حاتم باش نستدعاك نسمع مع بعضنا ميكرو تروتوار من قفصة باش نشوفوا المواطنين اللي تلقوا التلقيح خلال أيام التلقيح المفتوحة هذيك ليزافي متاعهم وآرائهم على المجتمع المدني والدور الهام اللي كان للمجتمع المدني خلال الأيام هذيك. مريقل صفا استقبلونا معناها بالقداء، دخلونا بالواحد، كل شيء منظم صفا، يعجبني التنظيم. اليوم أنا مريتش قبل، أما اليوم حقا مريق نظيف الكل، طوعين برشا النظمين كل ما عندي ما نقول. أول مرة أشوف تنظيف كيكان مريقلين كل منظمين ومرهم مريقلين. والله فرحت برشا خاطر ريت النظام من أول ما بدأت داخلة، معناتها ريت النظام، ريت جماعة الكشافة، ريت المتطوعين يحافظوا على التباعد الاجتماعي، حاولوا بالضبط يدخلوا الناس كلها كان بالأسماش وبالبطاقة تعريف، فريمون يعطيهم الصحة. فرحانة برشا، فيسا تعدت العملية، فيسا ما لقحت الناس كلها يورو لك الاتجاه كيفاش وشنو تعمل، فريمون يعطيهم الصحة، فرحانة برشا وكملنا وربي معاك وربي يعين. كتنظيم طيارة برشا، معناتها الناس كلها برسك حرصت على الوقت وفي مشن كومبرون، الناس كلها في الصف مريق، ما فماش شكون اللي يجيب الثالث يوم وفيه.
حكينا على شو سمعنا تو في الميكرو تروتوار شنو صار في قفصة وكيفاش كان أيامات تلقيح المفتوحة، لكن حفاوة تو خلينا نرجع للقصرين نشوف كيفاش كانت الأيامات، نقيم الوضع، نقيم الأيامات اللي كانت بتاع أيامات تلقيح المفتوحة. راجعين للقفصة خالد، معاك تعليق أنا على اللي كنا نسمع فيه في الميكرو تروتوار، ونذكر اللي باش نسمع زيادة على ملامح الأيام هذه كيفاش كانت في معتمدية كسرة من ولاية سليانة مع صديقنا أشرف. ننطلقوا معاك حاتم، نرحبوا بك من الأول وجديد. الحقيقة حاتم احنا نرجع شوية باش نعملوا هكا فلاش باك شوي. في الموجة الأولى خلال انتشار فيروس كورونا رينا هبة كبيرة من المجتمع المدني معاضد لمجهودات الدولة، وفرحنا برشا وقلنا أنه ساهمت هالهبة هذه في أنه العدوى نقصت ومشينا حتى لمرحلة الانفراج. في الموجة الثانية تساءلنا أين المجتمع المدني، وين المجتمع المدني، علاش غايب، علاش التدخلات ضعيفة، وفوجئنا خلال أيام التلقيح الوطني. ألو معك حاتم، سمعتنا؟ فوجئنا في أيام التلقيح الوطني، ربما تعلق الأمر بأمور زي أمور الدولة، أمور سياسية. أنا حسب رأيي حتى الوضع السياسي كان له تأثير جدا على المجتمع المدني. هذا جانب. الجانب الثاني، الناس شدت من المرض ومدة المرض طالت علينا برشا، وفقدنا الأرواح وبرشا ماتوا، برشا ناس ماتوا تعبوا في السبيطارات والإطار الطبي والشمع الطبي تمرمت. يعني أصبحنا نسعى بكل الطرق للخروج من هذا المأزق اللي تحطينا فيه. فهمتني؟ هذاك علاش صارت ثورة كبيرة متاع المجتمع المدني في أيامات التلقيح، وأتمنى أنها تتواصل. لكن حاتم لهنا قبل ما نغوصوا في المتطوعين وكيفاش كان دورهم وكل شيء، خلينا نشوفوا شنو تقييمك للحملات التلقيح المفتوحه اللي صار في القصرين. في الحال ماذا بينا التعاود اكثر واكثر، احنا الهدف شنو هو؟ تلقيح اكثر ما يمكن من المواطنين، وهذا حلم كل تونس، حلم الشعب التونسي. يعني ننتظر التعاود علينا عده مع حملات من هذا النوع لاتمام تلقيح مع الشعب التونسي. الحملات كانت حملات منظمة وجيدة، مهما معناتها في بعض الأحيان من إخلالات، لكن مش مشكلة. الهدف الرئيسي هو وصول إلى عدد من المواطنين تلقوا جرعات تلقيح. يعني معنا ما نقوله كان ناجحة، فيش حتى الإشكال متاع التباعد والكمامات. تقريبا توا المواطن والأواعي إلا القلة القليل معناتها ما عادش يلبسوا كمامات، وهذين بعد خدمة كبيرة ولين وصلنا تقريبا. يعني معنا نقوله كان حملات ناجحة، وإن شاء الله نتمنى التعاون مرة واثنين وثلاثة لإتمام ما تبقى من الشعب. لولا المجتمع المدني حاتم، لو غاب المجتمع المدني وغابت المبادرات خلال أيام التلقيح، أي تكون حاجة أخرى. يعني بالحق لو أنه كان غابش المجتمع المدني بش يكون الحمل كبير برش على الدولة، وهذا بش يؤدي إلى إخلالات أكبر وأكبر. ربما بكي ما فماش مجتمع مدني، يجيب ممرضين وأطباء هم ينظموا في الصفوف، هم اللي يسجلوا، هم اللي يستقبلوا في المواطنين. الشارج هذه كل خذها المجتمع، وبالتالي وفرنا فريم، لو وفرنا طب، وفرنا عمل في طارس معتهم لعوين الصحة. كل هذا وفر شارج كبير برش على الدولة، وأدى إلى نجاح المأمورية. كان فيلم مثلا قبل لو ما فيش مجتمع مدني ويختم السبعة على الصباح للسبعة متاع الليل. نعم، بما أننا وفرنا هالعدد الجيد من الأطباء ومن الممرضين، هما بيدهم بشنقص عليهم الشارج وبشيخدموا في أريحية. يظهر لي أي خالد حاتم عندي تدخل بسيط. حاتم حبيت نسأل على الخصوصية متاع تنظيم وحملات التلقيح في ولاية القصرين، شنية الحاجة السبيسيال، معناها شنية الأجواء الخاصة في ولاية القصرين؟ كل الحملات، يعني ما فيش خصوصية معينة حملات، معناتها كل الحملات. لا أظن أن في خصوصية مع التخصص الجهة، هي حملات تونسية الهدف الوحيد هو التلقيح لعامة الناس. لا أظن أنها في خصوصية ميزة الجهة على جهة أخرى. حاتم، هي الخصوصية ظهر شملت البلاد الكل، لأن ورينا اليوم النشط في المجتمع المدني وعن الهلال الأحمر، الكشافة التونسية، المبادر بمبادرة فردية منه يخدموا في خدمة نقولوا احنا مش خدمتهم. اليوم النشط في المجتمع المدني يقنع في الناس باش تلقح، يساعد في الناس باش تتنقل، وانت تعرف خصوصية المنطقة والمناطق الريفية اللي فيها متساكنين تصعب عليهم عملية التنقل. في حتى مش حتى مناطق ريفية، احنا تعرضنا الى مشاكل اخرى في
باقي في أصحاب الحق يعني معوقين. نعم. في ناس معناتها يصعب عليهم التنقل. تنقلت بعض الحالات نقلهم المجمع الصحي مع تبديارهم ولقحولهم. لكن البقية تم نقلهم بطريقة معناتها صعبة عليهم. نتمنى من وزارة الصحة من المجمع الصحي بالقسري أنه يفكر مستقبلا في هؤلاء الناس أنهم يلقحوا في ديارهم. المجتمع المدني راه يتبرع باش يخدم نهار كامل معناتها في تنظيم الصفوف. أنا متأكد أننا سنتبرع بسياراتنا ووقتنا ومتطوعينا لإيصال معناتها الممرضين إلى ديار الناس هذوما أنهم يلقحوا على بلايصهم. نتمنى برك فقط نلقى الاستجابة من الجهوية الصح. كذلك نفكروا في القافلة المتنقلة المناطق الريفية اللي يصعب عليهم التنقل معناتها كلي ثم أماكن ثم وقت معين عشان لك للواقع حد شيء. وبالتالي مجبر يجي لقح بتاع الصباح والسبع. حبيت أي نسمع فيك أشرف. صديقي حاتم نتصور انك تشاطرني الراي والا اذا تنجموا تعرضوني في هل انه في 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 ظل التقصير الكبير في دور الدوله في فرض دورها في حملات التلقيح هذه وفي التوعيه هل تحول المجتمع المدني من معاضد لمجهودات الدوله الى معوض للدوله في بعض الاحيان؟ هو شو معناتها معوض والله يعني معناها هو فهو خذاء دور الدولة ودور مؤسسات الدولة في ظل غياب لا نحن لم نقم بالتلقيح في ظل غياب مؤسسات الدولة أحيانا واضح أشرف احنا ما قدمناش فريم للقحة ما قدمناش أطباء احنا ما خزناش احنا ما قلناش للتلقيح يعني صعب انه المجتمع المدني بشي يعوض الدولة صعب هذا صعب. حاتم في نفس السياق نتفكر حكينا في فترة سابقة وتسألنا على غياب المجتمع المدني خلال الموجة الثانية من فيروس انتشار فيروس كورونا وقلنا وقتها أنه المجتمع المدني استنزف إمكانياته وملقاش زاد هو السند والمساندة من الدولة التونسية أصبح غير قادر لازال الأمر معناتها قائم مازال الدولة التونسية أنا نجم نقول لك أنانية بين ظفرين يعني وقت تستحقك تلقيك توقف معاها تدز معاها وقت يفت القضية كهو المجتمع المدني معاش نعيطوله ما نسألوش عليه ما نعاونوش وما نلوجوش على مشاكله وشنو ونواقص وشنو حتى تبقى محطوط في الفريق وقتش يعيطك وقت يتخنق هو ويتلز فانت يجب اللي يوقف معايا وهم يعلمون اللي احنا تنقلوا بسياراتنا ببنزيننا ناكلوا على جيوبنا نتصرف والوقت هذي على عائلاتنا نورمال مور ملقحولنا وفرولنا معاته وسائل الحماية هذي نحكي لك من بداية نعم نعم يعني هنا بصراحة أنا ألومه على الدولة إن إذا كانت تحب تحافظ على هذا المجتمع المدني خاطر هو مكسب لها مش المكسب لها خاطر هو يعاون فيها إذا كانت تحب تحافظ عليه يعني ثم يلزم العلاقة هذه تكون وطيدة و تضمنوا للأزمات الجاية ما زالت أزمات باش تجي نعم فهمتني وإذا كانك أنت يا دولة معناتها تونسية ويا مسؤولين وإطارات معناتها سلطة جهوية ومحلية ووطنية لقيتي في هالمجتمع المدني نافعك وعطيك معناتها جانب من الجهد ومخفض عليك نعم عليك. هذا هو وما زال جاية أيامات كما قلت حاتم كما قلت سيحات كما قلت هو حفاوه انه مازال جاي ايامات وانه الدوله مش معناتها موفرت لكم حتى شيء ما تنجموش تقعدوا تحاوروا تشوفوا تلقوا حلول باش تحاولوا تغطيوا النقائص اللي صارت في الحملات اللي فاتت تحاولوا انه تلقوا حلول اوترومون حاتم الكولابوراسيون بين المجتمع والجمعيات وتكونوا كلكم تخدموا اون كولابوراسيون مع بعضكم تقريبا نخدموا تو احنا راهو ايش ما فماش شبكه جمعياتيه نعم. احنا نخدموا تو كي ناخذوا القسرين تقريبا ثلاثة واربع معناتها جمعيات ولا مجموعة أشخاص نعرفوا بعضنا وكم كيفاش يعني نعم. احنا مشكلنا مش فينا احنا كجمعيات بيناتنا احنا مشكلتنا في الطرف الاخر هو الدولة نعم تحافظ على هالناس هذوما جزء ناقص مشكلنا وتعاونهم وتدز معاهم والى اخره فهمت خويا المال قوام الاعمال نحن الجمعيات فقراء حاتم
مازال عنا جمعيات فقراء نعرف، ويظهر لي اللي مطلع شوية على طبيعة عمل الجمعيات وبأي إمكانيات تعمل الجمعيات. وراو لهنا نحكو على الهلال الأحمر والكشافة، المنظمات هذه اللي كان لها دور كبير جدا ومشكورين على الدور الممتاز اللي قاموا به، ولجان مجابهة فيروس كورونا كذلك في المعتمديات كان لها دور كبير. مازال عنا أيامات حاتم للتلقيح، مازال ايامات التلقيح، ومازال ايامات العدوى، ومازال ايامات المرض، ومازال ايامات الضغط. راهو يومين راهو لم تم فرج الازمه نهائيا، مازال نعم. المستشفى فيه مرض، مازالت ناس مرضى في ديارها تلوج على ماكينات الاكسجين، مازالت حالات الوفاه تقريبا كل يوم، اصابات كثيره جدا في صفوف المسلمين. يعني هذا بالمكشوف، وانا معناتها نشوف فيه يوميا. يعني مازال الكثير مازالت كثير من العمل. روحنا ما عندناش كان كورونا نقولوا هنا الاحمر، ولا مازالت عندنا عوده مدرسيه، عندنا رمضان، عندنا ايتام، عندنا مبيتات. جسمو سي حاتم، سي حاتم تسمع فيا في الموضوع هذا، ما تحاولتوش انتم تعملوا مبادره مع الدوله انكم تقعدوا في طاوله حوار تحاولوا تتناقشوا في المواضيع هذه الكل؟ خويا العزيز اكزاكتومون، انا نقول لك حاجه، احنا في الهلال الاحمر تونسي عندنا فريق وطني مجابهه الكوارث، وفينا ناس مختصه في الكوارث، يعني قاريه كيف تقراها علم، فهمتني؟ تجتمع لجنه الكوارث في القصرين مجابهه الكوارث، ولا تستدعي ولا فرد من المجتمع المدني، علما اللي العباده زي معناتها على الميدان يوميا، واكثر عرضه من الدوله، اكثر عرضه من اعوان الدوله للمرض وللخطر والى اخره، ويوم يصدر القرار نعم. معناتها تخرج القرارات نكون نحن مغيبين اصلا في اخذ القرار، علما اللي احنا على الميدان ربما تكون لدينا فكره ومعناتها اراء ورؤيه انفع من اللي نظر هكيك من بيروت. هذا هو، هذا هو. شو يقول أخوي عيطتي بسيب شنو قد معاه؟ هو يعرف ينعاون فيه ونخدم معاه ويعرف، هذا يعلم ويعرف اختصاصي، وعندما يجتمع ويقرر ولا يستدعين كيف لي أنا معاك بشو يقول أخوي عيط؟ هذا هو، لابد من أنه يكون المجتمع المدني وبكل جمعيات ومنظمات وشريك. نحن نعمل بالتطوع، هو قوة نحن نخدم بليش؟ هذا هو نعم، والانسانيه ناخذوا من اجل هالانسانيه، من اجل وهذا اللي يميزكم راهو حاتم، هذا اللي يميزكم ويخلي ابسط مواطن فرحان بيكم. اي ولا هو موظف في الشارع، نحن نخدم مجال من اجل البلاد هذه، اذا استدعينا ساكون حاضرين وبشطرات ورائنا مجد. اذا ما استدعوناش نقول شو نقولوا بسيط حيجي لي. فوالا هذا هو، هذا هو. اشرف يظهر لي عندك ما تسمح حاتم. خويا حاتم جستومو، أنا مشاترك الرأي في تقصير الدولة في تجاه المجتمع المدني. هل النقائص هذه وهل التقصير هذا باش يخليكم في الحملات الجاية وفي الأزمات الجاية بنفس الروح وبنفس الحماس اللي شفناه في الوقفة متاعكم في أيام التلقيح؟ أكيد. أنا قلت لك، أنا جاوبتك من الأول، راو نحن نخدمه في المواطن. صحيح نعاونوا في الدولة على المواطن باش تقدم له السيرفيس هذايا، فهمتني؟ احنا نحبوا صحيح نخافوا شارج على الدولة من اجل شكون؟ من اجل المواطن. من اجل المواطن هذايا، يعني نعم. الهدف نتاعي مش باش نخدم انا سي فلان ولا سي فلان باش نخدم الدولة، معناتها باش تقول لي صحيح. لا يا اخوي، انا نخدم في السيرفيس هذايا باش نقص عليه هو الشارج باش الخدمة تكون افضل للمواطن. نعم، واضح ممتاز حاتم. احنا نشكروك، احنا اليوم راهو حضورك معنا حاتم حبيناه اوماج ليكم ولكل المساندين ومعاضدي مجهودات الدولة وكل الأطراف اللي كانت حاضرة بالحق واقفة بكل جدية من أجل إنجاح الحملات هذه لفائدة صحة المواطن لا أكثر. شكرا ليك، يعطيك صحة. تحية لأحبابنا في قفصة وأصدقائنا في سليانة كذلك. سليانة عام في سليانة. شكرا. أمتابنا كذلك في قفصة وسليانة. يعطيك ألف صحة. يعطيك ألف صحة. رئيس فرع القصرين الشمالي الهلال الأحمر حاتم لبيوي، والنشط في المجتمع المدني اللي كما قلت غني عن التعريف، نعرفه مليح العمل الجبار اللي يقوم به حاتم لبيوي في كل المناسبات وكل الأزمات، يكون حاضر مشكور كيف وكيف الناس اللي ذكرناهم واللي ما ذكرناهم. مش أكيد احنا غفلنا على الكثيرين اللي كانوا داعمين، انت اللي تنقلت بسيارتك ونقلت الناس من أماكن بعيدة، وانت اللي تحركت ومشيت في درجات حرارة مرتفعة وهزيت الماء وهزيت الماكلة وهزيت معناتها اللي تقدر عليه باش الناس هذيك تكون في أرياحية. انت اللي قنعت برشا ناس كانت ضد انها تلقح باش تلقح، وانت اللي امنت ونجحت الحملة هذه، نقول لك الف شكر. يظهر لي خالد قفصة ما تختلفش على القصرين برشا، كانت حملات بالحق
سي بالحق ما عادش عندي ما نقول من الحمل. خالد خالد راهو دوبل كاسك يحمل زيدا، هو على جي سي اي قفص الغرفة الفتية الاقتصادية، ونعرف الغرف الفتية في الولايات الكل خدمة عمل جبار، طوعت وكانت مساندين الحملات وطوعوا بالليمبر وكانوا واقفين 14 ساعة مع تصور انت يا عبد مع 14 ساعة يكون متطوع ويحاول يعاون البلاد هذه باللي ينجم باش يكون من الشباب اللي باش يكونوا ان شاء الله حاجه كبيره في الدوله ان شاء الله. خالد، اكثر فئه عموريه كانت معناتها ناشطه وكانت معارضه للمجهودات؟ هو حفاوه كل معظم الفئات العموريه الكل كانت موجوده، ونحب نشكر بالحق لهنا اللي كانوا متطوعين، المواطنين اللي كانوا متطوعين اللي جوا حدهم حبوا يتطوعوا يتطوعوا. فما اللي يخدموا في الليسي أساتذة أكيد يعطيك ألف صحة خالد، كانوا متطوعين وكانوا متجندين إنهم يكونوا موجودين في الإدارات التربوية. نعم. التاكسيات اللي كانت حاضرة أن تنقل العباد بلاش بالحق كان أيامات عرسة عرس وتنحكم بعد شوي مش نحكو على العرس. قفصة كما القصرين كما سليانة كما أي ولاية من ولايات الجمهورية كانت فيها الأيام هذه أيام فرحة وعودة أمل للمواطن التونسي اليوم اللي في لحظة ما كان أيس من الوضع العام في تونس بتداخل كل الأوضاع وخاصة تأزم الوضع الصحي، كانت تخوفات كبيرة رجع فيهم الأمل. يظهر لي أشرف كسرة من ولاية سليانة ما تبعدش برشا اللي كنا نحكو فيه. الحقيقة حفاوة أنه معناها الهبة الأخرانية أي نسمع فيه كشر في حملات التلقيح من دور المجتمع المدني معناها عطت روح جديدة ونفس جديد وخلتنا نثق أكثر في الدولة وفي الوطن اللي نعيشه. يظهر لي أنت مش تعيشنا حملات الوطنية اللي صارت في الولايات الأخرى وفي الجهات الأخرى. نعم. في معناها مش نسمع التقرير اللي قمت بإعداده باش نشوفوا أكثر دور المجتمع المدني ودور المتطوعين وكيفاش كانت الأيامات الوطنية للتلقيح. نعم. في كسرة شهدت منطقة كسرة من ولاية سليانة كما تونس الكل حملة تلقيح مكثفة بالإضافة لليومين الوطنيين المفتوحين للتلقيح واللي كان أولهم في 8 أوت 2021 واللي تم تخصيصه للي عمرهم أكثر من 40 سنة، حيث تلقى 856 مواطن جرعات التلقيح في كسرة. بالنسبة للنهار الثاني اللي استهدف فئة الشباب فكانت أحد 15 أوت 2021، شهد نسبة أقبال ضعيفة ما فاتتش 30.36%، حيث تلقى 379 شاب وشابة جرعتهم من أصل 1248 شاب وشابة معنيين بالتلقيح نهارتها. ولكن بإجماع المراقبين والمواطنين حققت الحملات هذه نجاح باهر على المستوى التنظيمي بالإضافة لمجهودات السلطات المحلية وإطارات المستشفى المحلي بكسرة. لعبت الحملة الإعلامية الكبيرة اللي صارت الدعوة لليوم التلقيح من طرف ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في كسرة دور كبير في إيصال المعلومة، وكان لعمل المتطوعين وممثلي المجتمع المدني بكسرة نهارتها دور كبير في حسن سير عملية التلقيح. نذكر منهم متطوعي شبكة عزيمة، متطوع الفرع المحلي للرابطة الوطنية للأمن والمواطنة بالجهة، كما لقينا نهارتها متطوعين بصفة تلقائية على غرار رواد دار شباب بكسرة حاضرين وبعض متساكني المنطقة اللي فيها مشكون قام بنقل المعنيين بالتلقيح لمركز التلقيح بسيارته الخاصة أو تبرع ببزناء إلى آخره. الحملة الوطنية للتلقيح في كسرة وسليانة عامة ورغم الأقبال الضعيف مقارنة بباقي الولايات والمناطق التونسية إلا أنها أثبتت مرة أخرى أهمية العمل التطوعي ودور المجتمع المدني في مثل هذه المناسبات، ولكن هذا ما ينفيش ضرورة الإشارة إلى ضعف النسيج الجمعياتي في المنطقة وخاصة المنظمات الوطنية العريقة مثلا من القوش في كسرة، فرع الكشافة الوطنية ولا فرع تابع للهلال الأحمر أو الغرفة الفتية الاقتصادية. ممتاز ممتاز أشرف، أنت قربتنا للصورة، عايشنا الأجواء في كسرة من ولاية سليانة كيفاش كانت. نقطة مهمة برشا أشرف أنت أشرت لها، وهو دور وسائل التواصل الاجتماعي في إنجاح الحملة هذه. مجتمع مدني ناشط على الفيسبوك والإنستغرام وغيره من المحامل اللي ساهم يظهر لهذه في إنجاح عملية التلقيح. ويمكن لهنا حفاوة رأينا أنه المجتمع المدني معناته بصفة عامة في تونس الكل هو الحقيقة حفاوة أي لحظة بارك جيست أشرف نسمع فكرة خالد وراجعين لك.
انه معناتها اول ما تلانست فما حملات تلقيح، شفنا دي جروب فيسبوك دي باج معناتها الناس الكل هاي نطوعوا هاي نمشوا نخدموا البلاد في حاجه لينا لازمنا نخدموا بالحق. الانطلاقه كانت من غادي اشرف. نسمع فيك اشرف. وي حفاو. دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشاط المجتمع المدني هو الحقيقة في كسرة كانت وسائل التواصل الاجتماعي معناها حلقة محورية بحكم أنه أغلب عماداتها ريفية المواطنين ما فماش تجمعات سكنية قريبة لبعضها، فما صعب الوصول للمعلومة وخلى وهذا وسائل التواصل الاجتماعي محوري في دعوة لحملات التلقيح. وسائل التواصل الاجتماعي والناشطين معناها كان دورهم فعال برشا. ممتاز ممتاز برشا أشرف. إذن يظهر لي هكا خذينا لمحة ولو بسيطة على أجواء أيام التلقيح في كل من قفصة القصرين سليانة كيفاش كانت، على أمل إن شاء الله أنه تتم كل عمليات التلقيح وتتم كل أيام التلقيح في نفس الظروف إن شاء الله وظروف خير وأفضل، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة ويتضاعف دور الدولة كذلك في إنجاح العمليات هذه. هذا كان الجزء الأول من أمور تهمنا، هذا كان حديثنا على أيام التلقيح المفتوحة. في الجزء الثاني بعد قليل حديثنا مهم كذلك جدا على التحركات الاحتجاجية الحراك الاجتماعي في تونس بعد الثورة، خاصة وأنه بالتقرير الصادر مؤخرا عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لشهر جويلية تأكدنا من أن ولاية قفصة تحتل المرتبة الأولى بعدد كبير من الاحتجاجات، مع باحثة في علم الاجتماع بعد قليل باش نتعرفوا على أهم الأسباب والعوامل اللي ساهمت في النسبة هذه.
على السلامة فهم يتواصل لقاءنا بكم في أمور تهمنا، البرنامج الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بشراكة مع 5 إذاعات جمعيتية. والسلامة فهم أكيد واحدة من الإذاعات هذه اللي لازم تتناول مواضيع في علاقة خاصة بولايات القصرين قفصة وسليانة. وإحنا نحكو على قفصة، إصدر تقرير مؤخرا على المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كان تقرير مفصل حول الحركة الاجتماعية، تحركات الاحتجاجية، حول الهجرة الغير منظمة والغير شرعية، كان كله أرقام تقريبا وكله تفاصيل في كل ولايات الجمهورية كيفاش كانت خصائص المرحلة خلال شهر جويلية. ففوجئنا ربما مش مفاجأة كبرى، لكن الرقم وعدد الاحتجاجات كان كبير في ولاية قفصة هكا ولا خالد، وخاصة في شهر معتبر في قفصة فيها تقلبات جوية خيبة ياسر، معناتها درجات السخانة توصل فيها كبيرة ياسر، انه نقول الرقم هذاك موجود. نقطة السفهاء شقولك ان نقربوا الناس اكثر ونعطوهم فكرة على التقرير بطريقتك انت خالد. اكيد باش نسمعوا التقرير المفصل حول الاحتجاجات بالارقام، خليكم متابعين. مستويات سواء كانت اقتصادية اجتماعية أو سياسية، الأمر اللي ساهم في بعض المناسبات في حالة من الاحتقان اتخذت شكل احتجاجات، إضرابات، وقفات احتجاجية واعتصامات. 2021 ما كانش استثناء رغم تواصل الأزمة الصحية العالمية بسبب فيروس كوفيد 19، بل شهدت التحركات الاحتجاجية فيه تسارع في نسق في بعض المناطق خاصة خلال الصائفة الحالية، حيث سجلت تونس بتقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 977 تحرك احتجاجي خلال شهر جويلية مقابل 795 تحرك في نفس الشهر من سنة 2020. كما احتل الجنوب الغربي الصدارة في عدد التحركات حسب نفس التقرير ب 325 تحرك، وتصدرت قفصة ترتيب الولايات من حيث نسبة الحركة الاجتماعي لشهر جويلية 277 تحرك احتجاجي، يعني حوالي ثلث مجموع الاحتجاجات المرصودة في تونس بنسبة 28.4%، وهو احتقان اجتماعي غير مسبوق في الولاية. وإن كان الاعتصام أبرز الأشكال التي يلتجئ إليها المحتجون حسب ما ورد بتقرير المنتدى، فقد سجل شهر جويلية تراجع طفيف في نسبة الاحتجاجات العشوائية بشكل عام، ولكن حسب نفس التقرير قدرت نسبة الاحتجاجات العشوائية في قفصة بنسبة 92.4%. هذا وقد سجلت ولاية القصرين في نفس الفترة 18 تحرك احتجاجي، أما ولاية سليانة فقد سجلت 10 تحركات احتجاجية. هذا هو، هذه الأرقام كيفاش كانت تحركات الاحتجاجية في تونس ككل وخاصة في ولاية قفصة اللي تقريبا تحركات الاحتجاجية تعتبر نسبتها ثلث التحركات الاحتجاجية في تونس الكل. ضيفتنا اللي تحضر معنا عبر الهاتف باحثة في علم الاجتماع من ولاية قفصة واللي الدكتوراه متاعها توا تحضر فيها على التحركات الاحتجاجية في صلب الموضوع، مدام رباب العبيدي. صباح النور. صباح الورد وصباح الخير الناس الكل، ان شاء الله نهاركم زين ومشكورين على الاستضافه. مرحبا بك. كنت استمع معنا للتقرير مدام ربيب؟ اي سمعت. اي فوالا، اللي سمعناه في شهر جويلية تقريبا هو كان خاصيه ولا كان خصوصيه من خصوصيات المرحله ما بعد الثوره، التحركات الاحتجاجيه اليوم كيفاش ينظر لها علم الاجتماع 10 او اكثر سنوات بعد الثوره التونسيه؟ هو الحقيقة الأعداد بالنسبة للعباد اللي تسمع فينا نجم يكون عدد صادم، خاطر ديما يمشي في مخهم أنه الاحتجاج يكون بطريقة يعني مسيرة، ولكن الاحتجاج هو كما تذكر في الأول هو يضم يعني عديد الأشكال، كما نجم يكون إضراب، كما نجم يكون تفكير فريق، كما نجم يكون هو حتى الاعتصام بدن الولاية يعتبر شكل من أشكال الاحتجاج، ولكن كل شكل منهم عنده خاصية وأسباب وكما نقوله درجة خطورة المسببات، هذه نجم نحكو فيه يمكن بعد. لكن الاحتجاج في تونس اليوم ولا يعتبر كثقافة، معنى أنها ولت كلمة من الدولة، معنى مش مواطن يستغربها كيف يسمعها. قبل مثلا لو كان تتعدى مسيرة الناس تحسها فعل شاب بين ظفرين، ولكن توا تقريبا ولت جزء من المعيش اليومي اللي هو يعبر يعني بالنسبة للمواطن على رغبة في التغيير. كيف في التقرير ذكر إنه الخلفية الاقتصادية والاجتماعية هما أكثر المطالب
اللي يطلبوها معناها المحتاجين، واللي هو يعتبر معطى منطقي خاطر طلبات الشعب التونسي كانت وما زالت بخلاف يعني آخر احتجاج اللي صار اللي كانت عليه قرارات 25 جويلية كان في علاقة بالوضعيات الاجتماعية والاقتصادية. يعني 67% من الاحتجاجات كانت على تحسين الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية. بالتالي دراسة الاحتجاجات تطلب رجوع لبرشا معطيات، ما هوش الحاجة واحدة. نشوفوا الأسباب والأهداف، حتى الفضاءات المستهدفة، يعني لوين يمشوا المحتاجين، الأشخاص المستهدفين الفعلين اللي خرجوا في الاحتجاج، انتماءاتهم وتوجهاتهم. نعم. دونك هذا كل يدخل في تفسير الحركات الاحتجاجية في تونس. نعم. أشرف. بخصوص الموضوع هذا حبيت نسأل على خصوصيات المناطق الداخلية في الاحتجاجات، يعني في علاقة بالحراك الاحتجاجي هذايا مدام ربيب، خصوصية أنه تكون منطقة داخلية، يظهر لي زيد لي أجج شوية الوضع. شوفوا، إذا باش نحكوا بالدراسات وبالأبحاث ولا بالكلام اللي يحبوا يسمعوه معناها الناس الكل، إنها المناطق الداخلية تعاني من الفقر ومن التهميش، وكما ديما نحكو سياسات نتيجة تاع سياسات متتالية وقمع واستغلال الثروات وإلى غير ذلك. ولكن إذا نحب نسميها بمسمى آخر اللي هو نحطه بين ظفرين، خاطر هو يعني تعبير يومي ما هوش تعبير علمي، ولكن بما يسمى الحجرة اللي احنا ديما نتعامله مع المناطق الداخلية بنظرة دونية. كيف نقول احنا رو مش معناها الناس اللي جايين من برا، ولكن نحكي على متساكني المناطق. نعم. المناطق هذيك. نعم. يعني مثلا انت تشوف في الحوار اليومي اذا كان نقول باش نشري دار غالية يقولك علاش هي في اللاك، اذا كان تحكي بلغة مهذبة يقولك ولد النصر، اذا كان يحب يعمل مشروع يخرج من البلاد خير. اكزاكتومون. على ذلك الحاجات هذه الكل سمعنا احنا نوعا ما نوع من التفرقة صنعناه احنا بيدنا معناتها. بالضبط. دونك خاصية الحجرة هذه ما يحبوش وما يسمعوهم، ما يحبوش يقولوها على خاطر يحسوا فيها ان نكلاشوا فيهم، ولكن هي اللي تخلي التراكمات هذيك الكل يولوا نلوجوا على حاجة كما نقولوا شماعة نعلقوا عليها الحاجات هذه. دونك مثلا الساحل بما انه يخزر لنا خزرة في حجرة، دونك احنا ما نعطوش الفوسفات وخلي بلادنا هي تتطور. دونك صحيح الأسباب اللي موجودة في الأول هذيك اللي ذكرناها، الفقر والقمع إلى غير ذلك موجودة، ولكن ديما النظرة الدنيا ديما هي اللي تكون عندها عائق قدام التغيير. نعم نعم. هذا بالنسبة للمناطق الداخلية عامة، واحنا كنا نسمع في التقرير يظهر لي خالد ولاية قفصة كانت تتصدر وطني. المشهد أي. لهنا رباب حبيت نسألك العوامل اللي تخلي ولاية قفصة تكون في المرتبة الأولى، معناتها من حيث هذه العدد الكبير هذا الموجود في الاحتجاجات في قفصة اللي خلتها في المرتبة الأولى في شهر جويل. هو يبقى ديما في نفس الإطار، في علاقة باللي كنت نحكي فيه، هو المحتاج في حد ذاته يبحث عن الاعتراف، الاعتراف بالمعنى السوسيولوجي انه يكون موجود، يعني كشوشوا من الاخر ولا بالنسبه لروح الاخر، اني انا راني موجود وندافع على حقوقي، راني موجود وعايش، وبالنسبه لروحه راني قاعد نعمل في حاجه. بالنسبه للعدد اللي تذكر الحقيقه نحتفظ برايا تجاهها، خاطر ما فماش يعني تفسير واضح كيفاش كانت مقسمه العدد هذي. ولكن بغض النظر يعني على العدد، انه ما دام عندك هدف معين دونك يلزم تحتاج عليه بأي طريقة. فقط هي مدام ربيب للإشارة في علاقة بالأرقام، وقت اللي نقوله 277 تحرك في ولاية قفصة على 978 ولا 77 في تونس الكل، حبيت نقول لك اللي أغلب التحركات كانت تلقائية. بالضبط. أي بالأرقام يعني. إذا كان نحكي على خصوصيات قفصة، الحقيقة ما نجموش نفوتوا وجود شركة الفوسفات وشركة البيئة والغراس. نعم. اللي محتاجين خاصة المعطلين عن العمل يتعاملوا معها كأنها المشغل الوحيد في البلاد. يعني كأنها لو كانت تفكر شركة الفوسفات وشركة البيئة ما عادش ينجموا يخدموا حد شيء. بالتالي نتصور أنها لو كان تتنحى الفكرة هذه عندهم تتحل برشا آفات، وعدد الاحتجاجات ينقص هذا بالنسبة للمعطلين على العمل. بالطبيعة ما ننسوش المواضيع البيئية كما الماء صالح للشراب، كما
كما غيره يعني اللي هي هذوما مواضيع موجوده في تونس الكل ولكن خاصه في قفصه وبالنسبه للمعطلين عن العمل ديما نحكوا على شركه الفوسفات وعلى شركه البيئه والغيره. لكن هنا مدام رباب كي نجي نشوفوا في قفصه ما كانتش الاحتجاجات كان على المطالب التشغيل او المصالح الشراب، كانت الاحتجاجات زاده في الادارات، معناتها في الادارات كانت قطاعيه يعني كانت الاحتجاجات القطاعيه كبيره ياسر في قفصه. بالضبط هذاك علاش انا قلت اذا كان باش نحكوا على قفصه راهي تقريبا الاحتجاجات ماشيه في التراجي هذاك، ولكن الاحتجاجات اللي صارت مثلا اضراب في زياده بتاع شهريه تكون على مستوى تونس الكل. مثلا على غياب مستشفيات تليق بالمواطن التونسي، ولو نحكوا على مثلا الجنوب الغربي يعني. لكن انتم حددتوا سؤال في قفصه، قفصه تقريبا اغلب الاحتجاجات تكون في على مستوى يعني شركه الفوسفات والتشغيل، خاصه وانت تحكي مدام ربيب على شركه الفوسفات والتشغيل. ونرجع احنا شويه بلمحه تاريخيه على ولايه قفصه، عندها خصوصيه ولايه قفصه في التحركات الاجتماعيه والقطاعيه كيفاش عبر التاريخ، وكلنا نعرف نضال ولايه قفصه والحوض المنجمي والتحركات الاحتجاجيه عبر التاريخ كيفاش تكون اللي صاير توا هو استمراريه لتاريخ، والا هب ما بعد الثوره لشباب فقد نوعا ما الثقه في البلاد. هو خلينا نستعمل العبارة إنه اللي ما عنديش ماضي ما عنديش مستقبل. وحتى في الحديث عن القطع مع مرحلة ما نتصورش إنه يوصل القطيعة معها، قدر التو وقت اللي تحكي مع مواطن ينجم يقولك يعني ديما موجودة في الخطابات متاعنا إن 3000 سنة حضارة مثلا يعني هو تجاوز كل العوامل التاريخية بالكلمة هذيك. وقت اللي يحكوا مثلا على جدودي رم مربين السيودة وكانوا فلاقة وإلى غير ذلك فكأنهم فخورين باللي عملوه قبلهم. ولكن يبقى ديما احنا اليوم مناش نقاوم في استعمار ومناش في حال حرب. نعم. هم اليوم يحتاجوا يعني دافعوا على حقوق على حريات على عيش كريم إلى غير ذلك. ودفاعهم وقت لتظهر وجوه قديمة في المشهد يعبر نتصور على موقفهم وعلى الحفاظ على ثورتهم بالذخرين، يعني هما ما يرفضوا ظهور وجوه جاية من قبل باش تتكلم باسم الثورة الشبابية اليوم. يعني حتى لو كان نتصور الحركة اللي يعملوا فيه مس مختلف الفئات العمرية هم ما تبروش من التاريخ ونتصور انهم يفتخروا بيه. نعم. ولكن نتخيل انهم عندهم البصمة اللي يحبوا يخلوها، وانهم كما هم الاخرين صنعوا وقتهم فهما يحبوا يصنعوا الحاضر. هذا هو أشرف. أشرف يحب يتكلم. وهل نسمع هذا ساهم في تأجيج الوضع أو لا حسب؟ مدام ربيب زميلنا أشرف يتساءل وإحنا نبحث في أسباب وعوامل الارتفاع منسوب التحرك الاحتجاجي في قفصة، قال لك هل أنه التعاطي الأمني مع التحركات الاحتجاجية ساهم في أنه يأجج وتكون الوتيرة مرتفعة أكثر أو لا؟ الحقيقة التعاطي الأمني ديما ناخذوها بالبعد السلبي نتاعها، يعني وقت اللي يستعملها الفرد ديما تمشي في أذهانها بالفكر يعني ما قبل الثورة اللي هي تمشي بالحاجات السلبية. ولكن من اللي لاحظته في القفصة ولا في التحركات اللي صارت الأخرانية ما ريتش تدخل أمني مع المحتاجين أو أنه حبسهم من المحتاجين، بل كان فقط لحفظ النظام يعني متابعة لهم في حفظ النظام ولتجاوز الاختراقات. وبالتالي ما نتصورش أنها ساهمت في تأجج الوضعية ما دامنا ما خرجناش بمواجهات ما بين الأمن والمحتاجين، فبالتالي هي ما ساهمتش في تأجج الوضع. يعني اللي ريناه ربما في كان خصوصية من خصوصية الولايات الأخرى ما صارش في قفصة. ما صارش في قفصة. نعم واضح. شكرا لك مدام رباب يعطيك صحة. مشكورة مدام رباب الباحثة في علم الاجتماع على المداخلة، نشكرك على الاستضافة معنا وكل التوضيحات، خاصة وانو احنا نحكو في موضوع حساس جدا وكان لازم اليوم انو علم الاجتماع عنده اكيد نظرته تفسيره للواقع اللي صاير، لازم نلقوا حلول باش نجمو نتقبلوا الارقام اللي موجودة معك. نعم شكرا لك مدام رباب، تحية كبيرة لك والاهالينا في قفصة. شكرا. كان لازم هو خالد جنرال مول علم الاجتماع عنده نظرته، علم النفس عنده نظرته، يزمنا اليوم واحنا ديما نقول انه لابد من تشريك الخبرات في وضعيتنا احنا في تونس اليوم، ولازم اليوم كل واقعة تصير نفسروها
من لي فولي الكل نحاولوا نبسطوها اكزاكتومون باش المواطن العادي يحاول يتقبلها كيف ما هي وحتى نمشوا نحو الحلول في باقي المرح. اشرف في انتظار انه يرجع يكون معنا صديقنا اشرف. خالد احنا جزء لا يتجزأ من برنامج امور تهمنا عنا صورة الشهر باش نحطوا الناس دون لو كادر انه صورة الشهر هي الصورة اللي نختاروها احنا تكون في ولاية قفصة ولا القاسرين ولا سيليانا عملت شوية بوليميك هكا شوية دون لو سونس بوزيتيف ماذا بينا ديما هي ديما هي بوزيتيف فوالا دونك خالد اخترنا الصورة الشهر هذه من قفصة كما قلنا قبليك في اول المداخلة قلنا انه في قفصة صار عرس الحملة التلقيح كان عرس اي فوالا اي هو في العرس هذاك في العرس هذا صار عرس اخر كيفاش ترى في قفصة جتنا عروس اي قبل ما تمشي تعقد جت بالكاليس بالمحفل وبالطبال والزكار حاولت ان هي تحمي روحها قبل ما تبدا عرس تحمي العباد اللي باش يجي جت ولقحت وتمت العملية الكل في ظروف طيبة وكان ميساج بوزيتيف على الاخر كان جو وكان الناس كلها عملت جو والمواطنين اللي حاضرين كلهم عملوا جو وكان ميساج معناتها هاي ولقح هذا هو ودارت صورة برشا أشرف إذا تسمع فينا يظهر لي صورة شفناها في ولايات تونس الكل وحتى البرة من تونس رينا احنا مو متابعي تيك توك ولا انستغرام رينا الصورة يا أخويا في البلدان الكل تتحدث على العروس القفصية التونسية اللي تطعم وتتلقى التلقيح وهي بك الزي والسفساري الحلول مزيان هذيك مباشرة قبل عقد القيران شنو رأيك في الصورة أشرف؟ صحيح هي الصورة نسمع فيه هي الصورة احنا في عصر الصورة صورة المساج نتاعها أقوى وأقرب لقلوب الناس وقت تكون عندها رمزية الصورة هذه معناها مست كل من شافها ودارت برشا في الباجات وفي مواقع التواصل الاجتماعي معناها رغبت الناس في أنهم يلقحوا وخلت الناس يثقوا أكثر في التلقيح وياخذوا بعد بوزيتيف على اللي شفنا الناس متخوفة منه في بعض الأحيان أو فما دي ميساج دي زون نيجاتيف أنها تحاولت تخوف من الأعراض نتاعه وشفنا لتصويرها هذه عملت معناها وصلت ميساج إيجابي برشا ورينا حتى لي كومنتير احنا على الصورة هذه تعبير برشا اللي يقول لك صورة جميلة جدا مشهد رائع إن شاء الله تعم الفرحة على البلاد ورب يرفع علينا الحزن قفصة دي ما عندها بصمتها والرونق والضوء نعم برشا ناس تفاعلت بالإيجاب مع الصورة هذه وما أحوجنا يظهر لي دي ميساج هكا في الفترة هذه خالد ويمكن قفصة كانت كسبيسيال معناتها في حمل التلقيح هذه معناتها مشي كان العروسة زادا نشكر الناس اللي تطوعت بالماكلة اللي جابت الماكلة للناس اللي وقفت 14 ساعة باش تخدم باش تحاول ان هي تنظم العباد الصورة زادا الأخرى دارت زادا برشا متاع القصاع اللي جت تاع الكسكس اللي بالحق خلت الناس الكل حائرة معناتها الرأي الكمية اللي جت متاع الماكلة للمركز التلقيح أزت وكفت بحق شكر كبير لنساوين قفصة الأحرار اللي طيبوا وتعبوا وحاولوا أنهم هم يعاونوا بقدر الإمكان للعباد اللي وقفت 14 ساعة باش تحاول تخدم مركز ترقيح هذا هو هذه كانت خصوصياتنا وخصوصية حلوة برشا احنا فخورين وفرحانين بها ومحلاها الهبة كي تكون بإنيسياتيف مبادرة الناس كلها من غير حتى ريير بونسي من غير حتى لا انتماءات ولا ميولات ولا أكل الخلافات خلينا مختلفين مسائل الشمع للمصلحة العامة نكونوا في طريق واحد هي مبادرة بسيطة نعم. تخلي جس كبير ياسر عند العبد هذا هو مشكور خالد يعطيك الصحة يعطيك الصحة فوزة أنت شكرا لك أشرف الغضبين زميلنا اللي في رابط مباشر معنا من معتمدية كسرة ولاية سليانة ألف شكر لك أشرف يعطيكم الصحة شكرا على للمستمعين على الاستماع شكرا لك إذا مستمعينا هذه كانت أول ثاني حلقة مش أول حلقة من برنامج أمور تهمنا على إذاعة السليوم فيم نذكركم اللي برنامجنا يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع خمس إذاعات جمعياتية تنظوي تحت الاتحاد التونسي للأعلام الجمعياتي وهي مندرة فيم دريمة فيم نفزة وفيم عليسة فيم وبالطبع السليوم فيم شكرا لكم على الاستماع
والمتابعة. شكرا على تفاعلكم على صفحة التواصل الاجتماعي أو صفحات التواصل الاجتماعي، لأنكم انتم تتفاعلوا معنا توا على السليوم فاهم، باش من بعد تتفاعلوا على صفحة مبادرة مناظرة، باش يكون الفيديو موجود وتتبعوا أكيد على الصفحة الرسمية لمبادرة مناظرة. نذكركم الحلقة القادمة في نفس التوقيت وعلى نفس الإذاعة السليوم فاهم، ثالث سبت من كل شهر. انتظرونا يعني باش تنتظرونا في ثالث سبت من شهر سبتمبر كان تحبوا تعرفوا أكثر على مشروع صحافة الشأن العام. موعدنا أكيد أمور تهمنا البودكاست باش يكون نهار السبت 28 أوت على صفحة مبادرة مناظرة، تلخيصا لكل ما جاء في الخمس إذاعات من مواضيع. خليكم متابعين مشكورين، شكرا لمخرج الحصة شفيق البناني، دمتم في أمان الله.